نصلي ونسلم على نبي الرحمة القائل في حديثه الخوارج كلاب أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن من أعظم ما رزئ به الجهاد في أرض الشام اليوم فرقة مرقت على حين فرقة في المسلمين، زعمت نفسها الدولة الأم فكفرت المسلمين وسفكت دماءهم واستباحت حرماتهم وأعراضهم وناصرت عدوهم عليهم من الرافضة والنصيريين، فعظم فيهم الخطب واشتد من جرائمهم الكرب، وزادوا في محنة المسلمين محنا ومحنا، وأفسدوا أديان المسلمين وأبدانهم، وراحوا ينشطون في اغتيال قادة الجهاد الذين بذلوا أعز ما يملكون في سبيل نصرة هذه الأمة المنكوبة، فزادوا بلاء الأمة بلاء، وراحوا يعيثون فسادا في المحررات ويقطعون على المجاهدين الطرقات والإمدادات، نصرة لنظام الأسد الغادر باسم الإسلام، وسعيا لتحقيق هلال الرافضة الأثيم، في حين سلمت منهم بلاد الرافضة المجوس والنصيريين الأحباب، سلمت منهم الكرداحة وطهران ولم تسلم مساجد الرحمن. فلما لم ينفعهم النصح والبيان لجأنا إلى درة الفاروق عمر، فلما لم تنجع فيهم صرنا إلى سيف علي البتار، فإنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. فهذا بيان صادر عن القيادة العسكرية في جيش الإسلام بالحكم بالإعدام على شرذمة من هؤلاء المارقة وفق حكم قضائي.